وإلى محافظة ديقار، حيث تشهد المحافظة استمرار الاعتصامات في ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية. المعتصمون أكدوا عبر كاميرا رشيد عزمهم على مواصلة زخم حراكهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. الشعب فقد الثقة بالسياسيين إطلاقا قاطبة، كل الأحزاب الشعب فقد الثقة بها، لهذا يعاد تغيير جذري، تغيير نظام المحاصصة. يعني احنا هنا متواجدين لاجل تغيير نظام المحاصصه. من تتغير نظام المحاصصه ونقضى على الطائفيه، ذاك الوقت نقدر نبني وطن. نقف نحن التدريسيين والمعلمين في محافظه ذيقار، لا تمثلنا نقابه ولا يمثلنا احد، نحن نمثل انفسنا. عندما تهب الرياح يجب على الحشائش ان تنحني، يجب على الحكومه أن تفهم وتعي أن جميع شرائح المجتمع تريد التغيير، التغيير الحقيقي وليس الترقيعي. السلطة بيد الشعب، وخروج الشعب يعني إفقاد هذه الدولة مشروعيتها، فقدت مشروعيتها بخروج الشعب. الشعب يريد إسقاط هذه الحكومة بكافة أحزابها السياسية، ويخرج عادل عبد المهدي يقول تأجيل الانتخابات لمجالس المحافظات، وهذا يناقض القرار الذي قاله سابقا بإنهاء مجالس المحافظات.